نجمتنا في اخر الحصه اليوم ياسمين عزيز. مرحبا بك. لما زيك سلامة، شنو احوالك؟ سافا الحمد لله. شنو احوالك انت؟ كمل ستوري ما سالش، كمل ستوري في عقلك. سامحني جوست خاطر نحب عباد يسمع. سافا لاباس، سافا لاباس. مرحبا بك على موزايك، مبروك الالبوم. ميرسي ميرسي بوكو. برايف برايف، نجم نقولوا شجاعة منك حبيت تقولها للببليك، راني باش نعمل البوم على ذوقي على ستيلي على مخي انا. صحيت هذاك، هي هذاك الحكاية، حبيت نعمل البوم وين فريمون نحس روحي فري على الاخر، وين نجم نكتب موسيقى اللي فريمون نقول في مخي تعرف شنو كان حاجه حلوه برشا باش تعجبهم العباد، باش نعمل لينا للالبوم. ماش كيفاش نفسر هذه الموسيقى ليك انت مش للجمهور؟ للجمهور بيان سور، اما على كيفك. اكزاكتومون، مش ترضي في الناس الكل. ذاك شنو قلت اكزاكتومون؟ قلت العباد باش يحبوها الالبوم، باش يحبوها كان ما يحبوهاش ذاك فوالا، سي ذاك ستيل، سي ان ستيل الكترو روك. هكا نجمو نسميو الالبوم الجونر تاعو؟ نجمو الكل هكا، الكل هكا. اي بيان سور فما غنيات كي سون بلو كالم، كي سون ان بو بلو بوب، ان بو بلوس في الميتال. بيان سور فما فارياسيون حلوه برشا في الالبوم اون جينيرال. موجوده، كنت حاضر ديجا في اللونشمون نتاع الالبوم بريف، الالبوم جديد، عالم جديد، نوع جديد نتاع موسيقى. ممكن نجم يكون جديد شويه على الببليك التونسي ياسمين؟ سا سي كلير، انا جو سوي توت افي داكور في كلامك، مي حاجه باهيه خلي عبيد يسمعوا حاجات كي زون بوكو بلو ديفيرون. اي حاجه باهيه انا جو تروف، معناتها وحده يعني ممكن البوبليك يخرج من زون دو كونفور نتاعو. انا ديجا في موزيكتي الكل، انا جو بونس ستيل نتاعي ديما نخرج شويه على الستيل اللي التوينس معناتها هما كيفاش نقولوا ستانسين بها وكل شيء اون جينيرال. الالبوم تاعي فيوجن، الالبوم تاعي فابولوس افريكان جاز، من كل شيء ديما هكا ناخذ دي ليميت وندزهم شويه اون جينيرال. مي جو بونس كو جي بيان ريوسي، هكا عندي دي فان محليهم عطيهم صحه يتبعوا فيا. انتوما لي راديو لي ميديا عطيكم صحه، ميرسي كلكم قاعدين تشجعوا فيا، دونك ميرسي. تشجعوا لي زارتيست الكل، ان توكا تشجعوا اي لي زارتيست الكل اكيد. تعامل جديد، كولابوراسيون جديده مع علي الجزيري، صحيح. كيفاش كان الكونتاكت ما بيناتكم؟ كيفاش طرحت الفكره؟ لانه حسب ما نعرف ياسمين سي كو الالبوم محضر في ثلاثه جمعاتك هاو الفكره نتاع الالبوم. اكثر شويه، اكثر شويه، اكثر شويه، مي تحكي الكومبوزيسيون ولا الفكره؟ الفكره في حد ذاتها الفكره. اي حاجه هكاك، انا قابلت مع علي حكينا على كنت باش نعزف في البروجي نتاعو هملين، مالوغوزمون ما صارتش وقتها، وبديت نحكي معاه وقلت له راهو عندي فكره حلوه برشا، نحب رد الفيولون في ستيل روك الكترو بوب، حاجه حلوه برشا. ما نعرفش كان باش يصير، خاطر بيان سور لازمني برودكسيون، نحب نعمل حاجه كبيره، ما نحبش نصورها طونك جوست لايف سيشن كيما عملت مع افريكان جاز، برودكسيون كبيره. قال لي ياسمين انا عندي ميزون دو برودكسيون، نحب نعمل تو نعمل لك الالبوم هذا. يا اخي مشيت وجيت جبت البوم. دونك فوالا قابلنا، معناتها انا مي دي لي شوز اون بلاس، قابلنا بلك دي بلك دي، ومن بعد ديريكتومون جي كومونسي ا كومبوزي. دونك مشيت له ابري جونغ 2-3 سيمين وقلت له فوالا عندي زوز غنيات هكا الافكار هذاك الديريكسيون، ومن بعد قال لي ياسمين اعمل اللي تحب ابري اون فا شوازيغ، وكتبت كل شيء. في يمكن لي زارونجمون والغنيات وكل شيء اكثر من فما 11 ولا 12 في الالبوم. على كل شيء نسالك سؤال، قداش من مخصوص؟ كتبت أكثر غنيات، مي بشوية بشوية قلنا هذايا أي هذايا لي هذايا جي أكثر، وكتبت كل شيء يمكن بليز أرانجمون في شهرين ونص ميم با. تحضيرات دونك شهرين ونص كل ما بعض. حاجة هكاك. ما ببري. إن توكا مبروك مرة أخرى ياسمين بريف. الإنسبيراسيون منين جات ياسمين؟ لأنك كنت سيغ سين ليلتها قلت ماما قالت لي جيت من الموسيق كلاسيك، إش قاعدة تعمل في الإلكترو روك؟ لا جس جاتني في مخي وضحكتني يا أخي قلتها. أما أنت تعرف أمك أكثر منا. أي أنا نعرف أمي. ليه؟ خاطر جماجين بور ما مير هي مستنسة بشوفني قد تشوفي نعمل أما جاز ولا لا ميوزيك أغاب جاز ولا لا ميوزيك كلاسيك، وتشوفني في ستيل هكيكة لبسة هكا تشوف عن تخيك فو كوير ناش كيفاش نقولها
Asilo. Okay. Ou rock, avec rock, des yeah, rocky, rock style ou naze fait la musique un peu plus rock ou nexo sur scène ou le batteur chati saha haitham charou twil ou yamel haka ou les musiciens donc انا قلت بلول بلكشي باش باش تبدا باش تبدا مفجوعه شويه يا اخي لي جاتني وبعد قالت لي ياسر عجبتني البروجي وبرافو وان شاء الله تعمل دي تورني وعطاتني افكار على وين نجم نحطها افكار جدد دونك اتيا صحه امي ليدي نتاع الالبوم علاش علاش الكترو روك اليوم حسيت انه كانوا ليدونتيتي نتاعنا التونسيه ماهيش موجوده كمان في الالبوم كان نجم تصلح لي ليدي د الالبوم مانيش قاعد نخمم على اون كولتور انا نخمم على ياسمين عزيز ان طونك بيرسون هذاك علاش بالنسبه لي انا الالبوم هذايا سي تري تري بيرسونيل خاطر انا خديت انا نذكر مليح وقت اللي كنت بوغ ان بوبليك تري سيليكسيوني لي تجم تعدى بارتو وقت اللي تسمع فما برشا دي زارتيست خرجوا حاجات اور نورم وجيهم سكسي مش سامحني بوهيميان رابسودي نحكي ولا بوهيميان رابسودي كوين كوين شكون يسخير في مخه اللي موزيكا اوبرا وروك وبوب ينجم ينجح وقداش الطول نتاع الاغنيه طويله برشا ياسمين عزيز عملت ريفولوشن في الموسيقى التونسيه ماهيش ريفولوشن جو بونس با كو ريفولوشن ولا كوين قدم روحي ان تونك سا نو اكزامبل نتاع ستيل نتاع موسيقى اللي عبيد قالوا امبوسيبل تنجح فهمت طويله برشا للمغصو نايت المغصو ماهيش غنيه بالنسبه لي مغصو مغصو تيتر المغصو دونك فوالا هذاك شنو حبيت نقول فما برشا دي شانسون خرجوا ماهمش فريمون تري كوميرسيال ولا ما كانتش ياسر على مود وقتها وترشقوا الدنيا دونك مانيش قاعد نخمم في حاجه دونك موزيكتك توا اذا كان شابوها شويه بالموند نتاع كوين ماهيش تري على مود توا بور لو مومون لكن نجم تاخذ وقتها نريح فما برشا هذايا توا راهو في الامريكا وفي لندن وكل شيء الستيل اكثر خاطر فما برشا دي انفلونس 80s و 90s وهذايا حاجه اللي مش على الاخر ميم ورجعوا لهم توا كان ميم تسمع الستيل نتاع ماهيش ريفيرونس خاطر ماهيش برشا ذا ويكند باغ اكزومبل يا بلان دانفلونس نتاع ذا 80s في التوسكي باتري وكل شيء ساكريفايس سي 3 دير بلوز موا 1982 بلايند لايتس وهذا كل سي تري 80s دونك انا جو تروف كو سي تري على مود ان سو مومون جوست خلاتها شويه بالروك دونك الفكره نتاع الالبوم سالتني فهمتك انت فان ذا ويكند نكملوا اي ويل باهي دونك وقت اللي كنت في المانيون سكول اللي حكينا برشا عليها قبل الانترنا نتاع الموسيقى معروفه برشا في لندن وين قريت انا عمري 8 سنين حتى حتى ال 18 عام 18 سنه فوالا قريت غاديكا و سيتي تري دور برشا انترينمون برشا ناس فوكين في لا موسيق كلاسيك مي لو تروك ايتي تري مارون اللي احنا في بيتنا ولا في بيوتنا ما نعرفش كيفاش تقول في ديارنا في مش في ديارنا كنا نسكنوا سور بلاص في لي شومبر معناها في لي شومبر ما كناش نسمعوا في الموسيقى اللي قاعدين نعزفوا فيها نسمعوا كلنا في البوب والروك وبرش حاجات اخرين خاطر تعب مخك عرفت تعزف ديما 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 فرد موسيقى وفرد ستيل ومن بعد وقت اللي تمشي لبيتك تحب تسمع حاجه اخرى كومبليتوم دونك انا وقتها كنت ام بو جرانج وكنت نسمع برشا في بيرل جام ونيرفانا وليد زابلين واي سي دي سي وهذم كل دونك كنت مغرومه برشا وفما ان سكري اللي عمري ما قلت في التلفزه ني في الراديو في حد شيء وقت اللي كنت عمري 15 عملت روك باند ونعزف على جيتار ونغني وعملتها 3 سنين روك باند وعملناها في المانيوين سكول والاخر اللي يعزف فيولونسيل كان يعزف على باتري ذاك اللي يعزف كونتر باس كان يعزف باس الكتريك وحاسي لو سيتي تري مارون كلنا معناتها علاش ما كملتش؟ ليه ومن بعد سيتي جوست عملتها للكيف والجو رجعت لها توا رجعت لها دونك خذيت لي زانفلونس نتاعي نتاع قبل وقلت جو في فيوزيوني مون انفونس avec les Smin Azaïs m'ta taw li vraiment chersayti ou l'expérience li andi ou la méthode m'ta l'ktiba m'tai ou barcha hajet okhrin ou haja li dhahak li le mélodie m'ta juste le couplet m'ta brave mouch le kol juste tirara tiraritati ou le pam pam baram tango ktebt le mélodie m'ta couplet hadaya bel guitar m'tai omri 15 ans والباقي للكل واللي زارونجمون وبدلت بيان سور الكورس والبري كورس واللي بارتي برشا واللي كل شيء توا فهمت دونك ياسمين صغيره وميم لي بارول اللي كتبتهم تاع لي كوبلي كتبتهم وقت اللي كنت عمري 14 ans je pense ولا 15 ans
Great, بالعكس ممتاز عليك ما كنتش نعرف الحكاية هذه. أي فوالا هذه حاجة جديدة اللي عمري ما كنت عندي الفرصة باش نحكي. تتفرج في التلفزة؟ الحقيقة ميم با عندي تلفزة في الدار دونك نو. ما تتفرج على يوتيوب تعمل طلع على يوتيوب شوية. تتفرج في بريتس جو تالنت؟ أي ساعات أي. ثم إيماج دي كابسول بيان سو ما هبتهم صغار بتاع 4-5 مينوت. ثم واحدة في بريتس جو تالنت طلعت عندها نفس البروفيل متاعك اللي اسمها ليتس روبوثم نعرف الرأي. حسيت ياسمين عزيز موجودة في الألبوم هذايا أبو هاك نغزر نفس البروفيل حتى اللبسة سيها هاك شوية روك ستايل واتسترا الاسبيراسيون ما جاتكش من عندها ولا ما تعرفيش ليه انف ما خممتش فيها جملة وهي عزفة دي كافر أو ما عزفتش حاجة توريجينو عزفت باكينج تراك دي كافر على ستايل ولا ما خممتش مش تفرش فيها تاو جملة أقل من نحكي على بيرسونال مو أنا كنت فرشت قلت ما هي راو وقت اللي عملت دي كافر ما عملتش امبروفيزاسيون هي جيت من جو بونس جيت من الكولتور لا ميوزيك كلاسيك وجو بونس كيفي أنا حبت تبدل تعمل حاجة بلو كول وشنو قالت وقالت جو بونس ريت هذايا فما خمس سنين ولا اربع سنين 2015 ريت التروك دونك قالت جيت انا هانج اوفر على الاخر للبريتش جوت تالنت قلت او ماي جاد انا عمري ما نعملها واحد بروفيسيونيل وكل شيء مشيت درنك 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 هانج اوفر ان توكا فيلم حلو برشا تلقى فيه جزء الاول جزء الثاني جزء الثالث تنجموا تتفرجوا فيه ان توكا ياسمين قبل كل شيء سي ان ديفي بور توا اليوم تعمل ألبوم كيما هكا تبعد على ستيل ما نعرفش ريسك كبيرة اكزاكتومون ريسك كبيرة اي مي حاجة باهية ما خفتش من ريسك جينيرالمون لي ارتيست يخافوا انه يخسروا شوية من البوبليك نتاعهم خليهم يخافوا أرواحهم أنا مانيش خايفة من حد شيء نيميرو 1 ونيميرو 2 وقت اللي عندك إكيب فريمون محليهم يشجعوا فيك ولي ميوزيسيان شيخين بالموسيقى ولي ريبيتيسيون وعندك عبد كيما علي جزيري اللي هو يفهم برشا في الموسيقى وبرودكسيون وسكي وعمل اكتينغ وموسيقى وكل شيء ترقى روحك انت تخمم توت اي بوسيبل انا ما عندي حتى كونترانت حتى ريسك معناتها كل شيء سي بون خاطر عندي تيم باهين برشا ما ثم حتى فيتشرينغ في الالبوم ما فهميش فيتشرينغ واي نعرفك تحب لي فيتشرينغ ابا كي نعمل طلع على شان اليوتيوب متاعك نلقى عملت اي مش برشا اي عملت بس سوتو ما دي دي جي عملت دي فيتشرينغ البرا اي حبيتو سولو الالبوم هذا ديك انتي انا ولا قلت لعلي جزيري هاي نعملو فيتشرينغ مي قال ما حبش مي جو بونس سي كيلكان دو بلو تري ديسكري ما حبش يدخل باش نلقاو الالبوم هذا على يوتيوب Mais très bientôt, on a des vidéoclips, je t'saur normalement en août. Ou on a René Kemlin, le lancement de Ritoha Fil Habibi. Je n'aime pas qu'il y ait un clip, on retourne à la YouTube, Inch'Allah, la semaine prochaine. Très bien. En tout cas, cette année, vous êtes très bien sur la chaîne YouTube. Mais vous êtes, je me suis pas sur la chaîne YouTube. Tu es en train de l'album? Inch'Allah, on a la chaîne YouTube. Il y a des affaires à la community manager. Je suis archi à calme nul. Je fais tout ce qui est Instagram, Facebook ou YouTube. نتصور علينا نجم يلقى حل عليا ان شاء الله ان شاء الله خاطر عندي برشا ماتيريال برشا كليبات برشا دي سبيكتاكل وعمري ما نحطها يو نيد ا تيم وقتاش الكونسير جاي للبوبليك اللي حاب يكتشف الالبوم انا ديجا بارح عزفت في قروين بور لا جورني دو لا ميوزيك مي ما عزفتش الالبوم هذايا سامحني السنه قاعده نغم احنا اون بريبار دي سبيكتاكل كبار على الاخر توا ما نجمش نحكي لك وين بالضبط وقت اللي عندي دي زوندوا بريفي دي زوندوا بريفي يمكن عندنا فيستيفال سني وان شاء الله باش نعملوا دي تورني للبر extraordinaire. Yasmine, thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc Brave, l'album t'accorde très bientôt à la chaîne YouTube Yasmine Azaïs. Merci beaucoup. Kout ma'ana lioum Yasmine.